قبل أسبوع ربما قلت لك بأني ذاهب إلى دولة، سأقول لك باختصار يعني حتى أني أدخل في صلب الموضوع. قلت لك سأذهب إلى دولة أنا لم أقول غير مرحب فيها الخليجيين، قلت أن البعض يظن أنها خطرة للخليجيين. وأحد الأخوة علق فقال: يا أخي هل أنت آتي إلى لبنان؟ إذا أنت آت إلى لبنان فيجب أن تعرف أنك تأتي إلى بيتك الثاني، وأنا يسعدني أن أرحب فيك وأستقبلك على أفضل ما يكون. وفعلا عندما وصلت إلى هناك فأحببت أن أتواصل مع هذا الشخص، وفعلا أتى إلى الفندق وجلسنا معا تحدثنا. وقبلها، والغريب بالموضوع يا جماعة أن عندما وصلت إلى دبي، لأن أنا ذهبت إلى دبي ثم بعد ذلك لبنان ثم دبي، عندما وصلت إلى دبي هناك شخص من النوفابرز، تاركي العادة السرية، المتعافين وعلى طريق التعافي، وكلنا إن شاء الله فقط بمعونة الله نحن نسير، أحب أن يلتقي بي. وتحدثنا معا بالهاتف عدة مرات، هو موجود بالإمارات. وعندما ذهبت إلى لبنان أيضا هناك شخص من النوفابرز أحب أن يلتقي بي. فأنا اعتقدت أن لم أكن أعرفهم، هم كانوا يستمعون إلى الفيديوهات والآخر كان يستمع إلى، أيضا كان يحضر التغريدات. فتوقعت أنهم مراهقين، مجموعة مراهقين لا يعرفون من الحياة شيء، وكانت حياتهم عبارة عن السكرين، عن الشاشة فقط. لكن عندما تواصلت معهم وتحدثنا انصدمت بعظم الثقافة، بدأ الفهم شيء عجيب من الفهم والحكمة والكلام المنطقي المضبوط والثقافة وسعة الأفق والدقة بالكلام وبالفهم، ناس مثقفين واعين حكماء وأكثر همة حتى مني أنا. يعني هم، أنا أذكر كتاب، يعني أحد، يعني هذا الشخص اللبناني، أنا قلت عن كتاب The Road Less Traveled اللي هو الطريق الأقل سلوك ابتدادا، أنا لم أتم الكتاب. يعني أنا طبيعتي، يعني أنا هذا فيني ما أدري عيب أو ميزة، أنتقل من كتاب إلى الآخر، ربما في الوقت الواحد أقرأ 20 كتاب مع نفس الوقت. في الغالب أصل نص الكتاب ثم أنتقل إلى كتاب آخر. أشعر بأني أحتاج إلى الآن، يعني تشبعت من مادة معينة وأريد أن أنتقل إلى أخرى، ثم بعد ذلك أرجع إلى الكتاب الأول. ثم فأتم الكتاب، قرأ الكتاب كامل. أنا لم أقرأ الكتاب كامل، أنا كنت أتحدث عنه قرأت نصفه، لكن هو قرأه بالكامل. نفس الشيء الشخص الآخر الذي في الإمارات، أنا كنت أترك الهاتف في السيارة، كنت يعني أحث على ترك الهاتف، فكنت أترك الهاتف في السيارة. والشخص هذا باع، عنده 3 هواتف، باعها كلها وشرى الهاتف النوكيا اللي هو من غير إنترنت. فتعجبت من عظم الهمة التي عندهم، عندهم همة أكثر مني أنا، ويحفظون الكلمات التي كنت أذكرها في الفيديوهات. أوباما هانسة حينما قال هذا الكلام، شيخ الإسلام تيمية حينما قال هذا الكلام، أثر ذلك فيني، وهذا يجعلني أحرص على أن أراقب كلامي. لكن هذا معناته أن النوفابرز يا جماعة الذين هم في الوطن العربي أو في العالم حتى، أنا مرة قلت حتى
جريج اللي هو لايف جين وذا جريج. من الشيء العجيب او الذي لا اعرف له تفسير ان النو فابرز مجرد ما انهم يتركون العاده السريه والاباحيه يصبحون حكماء من غير سبب فجاه. يعني انت لو واحد فيكم عارف انجليزي يفتح اي اذا كان فعلا نو فابرز يفتح اي فيديو حق نو فابرز ليسوا ناس علماء حكماء يعني هم فقط كل ما يعني فعلوه انهم تركوا العاده السريه. تجد الفيديو كلام صفف تجد حكمه تجد كذا فقط بان الشخص هذا تواكل لا تعرف كيف تجد له كاريزما له عنده حكمه في الكلام. وربما هذا من باب كما قال يعني كما قال فلاسفه الهنود وبعض الفلاسفه الغربيين وكذا ان هذا هو تحويل الطاقه الجنسيه الى امر اخر مفيد. يعني قالوا انت عندك طاقه جنسيه فانت تحول هذه الطاقه الى امر مفيد الى تركيز تتحول الى تركيز تتحول الى دقه تتحول الى يعني انضباط في الكلام والفعل وتركيز ذهني وما لا اعلم ربما يكون هذا الكلام صحيح لكن مو هذا موضوعنا. المهم انا لازم انام يعني وانا قاعد استطرد بعد ليش يلا تخليها اكثر من فيديو. بسم الله. بما اني انا ذكرت لبنان اكمل لكم طبعا فعلا هذا الشخص يعني طلع قد كلامه تبين انه يعني على قدر الكلمة التي اعطاها وفعلا رحب بي اعظم ترحيب رحب بي اعظم ترحيب و فعلا يعني هو شخص انا تشرفت بلقائه وفعلا لبنان بيتي الثاني. يعني انا بالنسبه حق الاخوه الخليجيين انا اقول لهم لان الاخوه الخليجيين توقفوا عن الذهاب للسياحه الى هناك تقريبا يعني يمكن 90% توقفوا او 9 ما ادري يعني ف كذا امور ليست لها علاقه بالسياحه يعني امور سياسيه او دعايات مبالغ فيها. فلبنان من أروع ما يكون من أروع ما يكون وسعت بذهابي إلى هناك. عندما وصلت إلى هناك طبعا كانت قناة البي بي سي ربما لا أعلم ربما الحلقة القادمة يبثون التسجيل يعني التسجيل 8 دقائق فقط كلامي أنا مذكور يعني ذكرت أغلبه في الفيديوهات لكن أنا كان الذي كان يعني يهمني أن تصل الرسالة تنتقل لأكثر عدد من الناس أيا كان يا أخوي. فالحمد لله كل شيء بنعمة من الله وفضل كلامي تركي الأسباب أنتم أيضا فضل لكم لأنهم كانوا هناك يقولون لي أن أجي لكم بالكلام على موضوع حتى تعليقاتكم هم كانوا يلاحظونها عفوا. ف هم تكفلوا بالتذكرة بالفندق بالتأمين على رحلتي تأمين عدة أمور تأمين صحي تأمين حياة تأمين مش عارف إيش تأخر ما المهم يعني في وثيقة تأمين. حينما وصلت الى انا طبعا يعني الحمد لله انا ما ناقصني شيء لكن يعني طبعا الانسان يحب الاحتفاء والكذي هذا يعني الاهتمام وكذا. فانا كنت دائما يعني كنت عندما اصل الى المطارات ارى هؤلاء الاشخاص الذين يرفعون اسماء فلان فلاني وكذا و يعني كنت اقول يعني كنت اتعجب. فانا في طريقي الى هناك قلت يعني هل من ممكن ان ينتظرني شخص هم لم يقولوا ان هناك شخص ينتظرك في المطار. كنت ساخذ تاكسي يعني قلت في اغلب الاوقات ساخذ تاكسي لكن قلت ربما هناك احد يطلبني. فاول ما وصلت اول ما خرجت من الجوازات والحقائب واذا بشخص
ذو بدلة وهذا باسمي محمد القطان على لافتها. قلت يس يا هذا ما كنت أتحدث عنه، هذا الذي كنت أنا أحلم فيه. ف أنا محمد القطان، نعم أنا محمد القطان، تفضل تفضل. فذهبت مع أحد الأشخاص وأشوف هذه عزة النوفاب، هذه عزة النوفاب. لما يكون لي أنجز كل هذا، طل بعيني في السابق أنا أنجز هذا، أنا كنت في الفاب العذاب. ف ذهبت مع الشخص وتحدثنا وقلت له ان انا عندي قناة نوفاب، هو طبعا لا يعني لا يعلم عن الموضوع، فشجعني. طبعا قبل اسافر كان الفندق الذي كنت اسكن فيه في دبي كان شخص باكستاني، شخص محترم مهذب انيق اللي هو عند الريسبشن الاستقبال. فقلت له أنا سأسافر إلى بيروت ثم بعد ذلك أرجع إلى الفندق. فقال أنت سفرات كثيرة هذه الأيام. قلت له لا هي عمل. فقال ما الذي تعمله أنت يعني وأنت تسافر إلى بيروت؟ فقلت له والله أنا قناة البي بي سي يعني قالت لي تعال. قال لي ماذا وما شنو؟ فقلت له أنا كنت أتحدث يعني عن طبعا في جانبه كانت امرأة بريسبشن كانت تستمع إلى حديثنا يعني ليست لا يوجد أحد معه. فانحرجت فقلت له أنا كنت أتحدث عن إدمان الإنترنت. فقال ما هي قناتك؟ اريد ان اراك. فقلت له هذه قناتي. هو باكستاني اتحدث معه باللغه الانجليزيه. ثاني يوم قال لي مان بالانجليزي يعني رجل انت كما تقول يقول انا اعرف العرب اللغه العربيه يعني شيئا ما وفهمت كلامك، يقول كونك تتحدث بهذا الكلام في مثل هذه البيئه الخليجيه فهذه شجاعه منك. وأنا عندما رأيت فيديوهاتك قلت فعلا هذا الشخص يقول أنا استفدت مليئة بالمعلومات، يقول فيديوهاتك مليئة بالمعلومات وأنا قلت أن هذا الشخص فعلا يستحق أن يذهب إلى البي بي سي. وشجعني شجعني هذا الشخص الباكستاني جزاه الله خيرا. و كل الاحترام له. عموما فذهبت، وعندما ذهبت إلى عندما لبنان أيضا هذا الذي أوصلني شجعني. ثم بعد ذلك طبعا أول ما وصلت فقلت له أنا جاي عن طريق البي بي سي أو على حجز البي بي سي. فقال لي نعم. قال لي أنت لديك وجبة إفطار وغداء وعشاء مجانا بالفندق. فقلت نعم يس. ف يعني انا اريد اقول مو ناقصني شيء لكن انه تشعر بالتقدير على اعمالك، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، كله من الله، من رزق من الله، كله رزق من الله 100% من البدايه للنهايه. النوفاب، الفيديوهات، الرحله، كلها ارزاق الله سبحانه وتعالى. ف حتى كلامي هذا رزق من الله، والله ان يا جماعه انا لما اود اسمع كلامي بالفيديوهات أتعجب أني أنا قلت هذا الكلام. فكل شيء من البداية إلى النهاية رزق من الله وكله بفضل الله وتوفيق من الله ويجعل الناس أسباب بعضها لبعض. عموما لا إله إلا الله استغفر الله. فحينما نعم وين وصلنا؟ نعم ثاني يوم طبعا انا اول مره في حياتي اخرج على التلفاز، حتى التلفزيون الوطني التلفاز الوطني تلفزيون الكويت ما طلعت فيه ولا حتى قناه صغيره ولا كذا، فقط على اليوتيوب وقدمت بعض المحاضرات بس، حتى المحاضرات عدد الكونون فيها عدد قليل يعني ليس كبير جدا. ف كنت خائف في الحقيقة، اليوم الذي قبلها كنت خائف، ولكن الحمد لله. ثاني يوم عندما ذهبنا إلى الاستديو، الأمر العجيب أن كل قليل يأتيني شخص يعمل هناك، لا أعرف
ما هي وظيفتهم بالضبط، لكن يبدون أنهم يعني ذوي يعني مكانة في القناة أو ما إلى ذلك. كل واحد يأتيني ويقول لي أنا استمعت إلى أو أنا شاهدت قناة فيديوهاتك، بعض فيديوهاتك، واستمعت إلى كلامك، وأنا أحييك على شجاعتك، على تنبيهك لنا وللناس على هذا الموضوع الهام الذي لم كنا نعلم عنه. أحد الأشخاص يعني قال لي، أظن يعني لا أعرف من هو، يقول لم نكن نعرف أن له التأثير هذا على الدماغ، وكثيرون يقولون يعني أن نحن سعدنا أن هناك شخص نوفاب في الوطن العربي، نوفابة في الوطن العربي، ويعني توعي الناس ما إلى ذلك وكذا. وكانت هناك دكتورة مصرية يعني طيبة موجودة، وكان هناك أيضا طبيب نفسية أو دكتورة نفسية يعني، وكان هناك أيضا شخص دكتور لبناني. أيا كان يعني كل واحد كان راح يتكلم 8 دقائق 8 دقائق، لا إذا تأخر صارت 17 ساعة يمشي الوقت. فالحمد لله الله يسر، وتحدثت عن الموضوع، وكان الناس كانوا يعني تشاهدون الفيديوهات أو تشاهدون الفيديو، إنه يعني الحمد لله أنا راضي. وتعرفت على شخص هناك جزائري، كان شخص جزائري كان موجود هم باللقاء، شخص صغير يعني عمره 22 سنة، لكن أيضا يعني من أروع من التقيت. التحية للشعب الجزائري، وهذا الشخص على قمة من الأخلاق والفهم والثقافة. يعني تخيلوا يا ناس، أنا ذهبت معه، طبعا هذا يعني حتى أبين لكم أن كيف الشخص لما يترك الفاب، لما يترك العادة السرية يصبح منفتح مع الناس. فأنا تعرفت عليه سريعا، يعني هو ما ليس يوجد، لا يوجد أي رابط بيني وبينه، تعرفت عليه سريعا. كلمة مني كلمة من هناك، ترى الناس بسرعة تكسب الناس، بسرعة تكسب الناس. لماذا أنت آت إلى هذا البرنامج القناة؟ لماذا ما عندك برنامج؟ ما هنا هناك، ثم شاهدته بالفندق، فيعني دعوته إلى الغداء معي، وافق، كلمة هنا كلمة هناك كذا، تعرفنا بعض. قال أنا يعني أمس تمشيت حول الفندق، قلت له هل ممكن أن تريني يعني الأماكن التي تمشيتها؟ قال نعم هيا نخرج كذا. وذلك أصبح هو من يريد أن يخرج معي، هو من يعني أصبح لا يحب أن يجلس وحيدا فيحب أن يجلس معي. ف يعني من الأمور، من المواقف يعني التي تبين على دقيقة بس، عفوا يا من المواقف أنا ما أسوي مونتاج على الفيديو. المواقف التي تبين أنه شخص خلوق، وهو كان في السوق، كنا في كافيه، فهو كان يتحدث معي، قلت له أن الساعة ساعتك يعني خطأ، ساعتك مقدمة أو متأخرة، ليس هذا هو توقيت بيروت. قال لا نعم مهم. فكان الجرسون وراءه، فقال لو سمحت الساعة كم؟ فانتبه ان الجرسون قاعد يعني ينظف الطاولة، يعني يشيل اللغاط فوق الطاولة. فقال هذا الشخص الجزائري انا اسف، فقام يلم الاغراض وينظف الطاولة مع الشخص هذا، مع الجرسون اللبناني. الجرسون اللبناني تعجب، يقول من الذي تفعله؟ اعطني انا انظف. فقال لا انا فقط كنت اريد، انا لم اكن اعرف انك انت يعني مشغول، انا كنت فقط اريد ان اعرف كم الساعه. هذا الشخص اللبناني يعني لحد الحين ما هو مستوعب، شاف انه شال الاغراض، فعباله او حظه يعني وضع في ذهنه انه هو يريد ان ياخذ هذه الاغراض له او كذا. جمع الاغراض، هو يتحدث معه، فقال له يعني تريد هذه الأغراض يعني؟ فقال لا أنا فقط أنظف معك.
قال لا يا اخي اعطيني وكذا شكرا كذا. فالاخ هذا اللبناني انصدم من تصرف هذا الشخص، يعني هو زبون يعني ليس من ملزمه بان ينظف طاوله اخرى معه. ف لا اعلم، وايضا كلمه من هنا كلمه من هناك، وقال للشخص اللبناني، هذا الشخص الجزائري قال للشخص اللبناني اذا اي وقت تعالوا او كذا، ما ادري. انهم هذا الشخص اللبناني والله يا جماعه قاعد اشوفه قاعد يطالع هذا الشخص الجزائري كذي. المهم فقال له يا اخي لماذا عندما ياتينا شخص من الجزائر يشعرنا باننا نحن اخوته؟ فقال له لانكم فعلا اخوتنا، لان انت فعلا اخي. فتعرفه وقال انا اسمي عبد الله وذاك اسمه خالد. ف في الوطن هذا الشيء بشيء يذكر، يعني في الوطن العربي خامات كثيرة خيرة خلوقة، لذلك انا احببت ان اضع هذه القناة في الوطن العربي، لان هذه امة الاخلاق. انا يعني اريد ان انقذ الكثيرين من هم منغمس في هذه العادة السرية. انا الى الان لم ادخل في الموضوع الذي كنت اريد ان اتحدث عنه، لكن نكمل السفرة. وايضا من الامور، انا لا صراحة يعني لبنان جدا جميلة كأنها دولة اوروبية، يعني تذكرني بدول اوروبا الشرقية. نعم هناك بعض البنى التحتية تحتاج الى تنمية، لكن قمة بالدولة جميلة، هناك اماكن قمة بالذوق، قمة بالرفاهية، قمة بالنظافة، قمة بالانتيك والفخامة، فخامة خارقة وكبيرة جدا. بعض الاماكن، كثير من الاماكن فخامة الى ابعد الحدود، ذوق، تنظيم، ديكورات، شيء خيالي، بالإضافة إلى حسن أسلوب الشعب. لكن لما الله ابتلاهم ب المهم احنا ليس موضوعنا السياسي. عموما حينما رجعت إلى دبي شعرت بانخفاض بالطاقة، فكنت أعتقد أن هذا بسبب انهاك الرحلة، انهاك شد الأعصاب مع البرنامج. كنت يعني قلق على اتجاه البرنامج وما ذلك، هل سأتحدث بما الذي سيحدث كذا، هل سأخاف، هل سأخشى أني أخرج أمام الشاشة ويراني مئات الألوف وأنا أتحدث عن نفسي، عن عادة السرية، وما الذي سيقوله الناس، ما الذي سيحكونه عني. فقلت يعني لابد يجب اني المهم، فقلت هذا يمكن شد الاعصاب والانهاك وما الى ذلك. فاول يوم ثاني يوم مع هذا واشعر بطاقتي منخفضه جدا، وكل فقط اريد ان انام. وبعد ذلك جاءتني نداءات الانتكاس، الارجز، نداءات العوده، نداءات الانتكاس. فقلت هذه المرة لن أشتتها، لن أهرب منها، سأواجهها وسأعرف ما مشكلتي أنا في الموضوع، ما هي المشكلة. أريد أن أعرف، أنا سئمت وأنا أهرب. يعني في السابق كنت أترك الهاتف بعيدا، أخرج بأي موضوع، أتصل على أي أحد أخرج معه كذا، افعل اي شيء حتى اشتتها، كانت تفيدني انا اقول لكم. لكن انا قلت هذه المره اريد ان اعرف ما هي المشكله، لماذا ياتيني هذا الشعور. فتاملت لمده يومين، جلست يومين. انا ادري الحين بتقولون هذا قاعد يشلخ علينا، قاعد يكذب انه يكذب او يبالغ. الحمد لله يعني في فندق، حجزت في فندق في الطابق العاشر، كانت غرفتي في الطابق العاشر، وكانت يعني الحائط كان كله زجاج، وكان المنظر الذي امامه طبعا يعني امامه طبيعه يعني دبي،
لكن كان مرة أمامه مسجد جدا واسع كبير، وأيضا مساحات جميلة، مساحات رائعة كذا. فجلست كل يوم، لم أخرج والله لم أخرج، يعني يمكن خرجت بالليل شيء بسيط. طول اليوم جلست أتأمل في عبارتين: أن أقطع الطمع وتقبل الأمور على ما هي عليه. سأقول لكم على اكتشاف خطير الذي اكتشفته بعد 3 سنوات. من بعد 3 سنوات من قرأت كلمة الإمام ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى ما فيه من نيل المنى، لما وجدت كتاب ابن الجوزي قلت ان هذا يعني ان هذا كنز، لانه الكتاب يتكلم عن ادمان الجنس. نعم، يتكلم عن ادمان الجنس. مقدمة الكتاب تعرف يقول ان قد اتاني من لا يسعني ان ارده وقال لي انقذني وانا في مشكلة ومساء كبيرة من حيث ادماني على الجنس ومن على الهوى، يعني شيء ما هكذا. فانا قلت خلاص، انا كنت في السابق اريد اي امام حكيم يحل الموضوع، موضوع الإباحية، موضوع العادة السرية، لدرجة ان انا كنت يعني قبل النوم احاول اني اتعمد اني احلم بمثلا احد الأئمة، احد الحكماء، انه يأتيني اني اتناقش معه بالحلم واقول له حل الموضوع، حلها لي يا اخي، ما الذي افعل؟ كيف احل مشكلتي؟ ارجوك، انا مخلص في التعلم، مخلص في التعلم، مخلص في اريد الخير، قل لي ما الذي افعله. فكنت اريد اي امام، اي حجه، اي مناره، اي شمعه، اي شمعدان، اي شيء. فانا وقعت على كلام ابن الجوزي او على هذا الكتاب، فرحت واستبشرت. لكن ابن الجوزي طبعا هو الكتاب اغلبه قصص وأشعار وأقاويل، أقوال الحكماء، أقوال التابعين، تابع التابعين، ما إلى ذلك. قليل يعني هو يتكلم ويعلق يعني. فلكن هو سرد يمكن 5 حلول يعني هو وضعها. ابن الجوزي طبعا يا جماعة، يعني تدرون من هو ابن الجوزي؟ هل تعلمون من هو ابن الجوزي؟ ابن الجوزي من القلة التي ليس في العالم الإسلامي، في العالم، في التاريخ ككل، الذي ألف هذا العدد من المؤلفات، الذي أثر في التاريخ هذا التأثير. يعني لم أكن مخطئاً، عنده 1000 مؤلف. مؤلفاته يعني سارت بها وكبان: صيد الخاطر، زاد المسير، سيرة عمر، سيرة، يعني عنده كتب بالفقه، كتب بالتفسير، كتب بالوعظ، كتب بالبستان العارفين، مش عارف ايش، كتب بالكذا. كان يعني شخص في مصطلح الحديث، فشخص يعني شخص ثقيل الوزن في هذا الميدان. وكان اذا لم اكن مخطئا كان يسكن في العراق، في بغداد، في العصر العباسي. تعلم ما هي بغداد في العصر العباسي؟ بغداد في العصر العباسي كانت عبارة عن نيويورك في العصر الحديث. كانت هي حاضرة العالم، بغداد في العصر العباسي قبل المغول. كانت شوارعها تسرج في الليل، وشوارعها تغسل بالماء والصابون. فكانت يعني محط حضاري بغداد. فابن الجوزي كان هناك. ابن الجوزي شخص ليس بالقليل. فما الذي قال ابن الجوزي كما أذكر؟ يعني قال إن أنت إن أردت أن تترك الهوى، وطبعا كان كل الكتاب يتكلم عن جنس، كنت أن تترك الهوى أو ما إلى ذلك، الرغبة أو الشهوة أو كذا، فاقطع الطمع. اقطع الطمع؟ ما الذي يعني اقطع الطمع؟ يعني ابن جوزي رحمك الله
يعني إمام كبير، وأنا يعني كنت مستبشرا بكتابك، منني يعني قطع الطمع؟ قطعت الطمع يلا، لازم تريد هذا الشيء. لم ينحل المشكلة، حاولت أفكر وقلب الكلمة هنا هناك، لم أجد لها يعني فائدة كبيرة. يعني ربما أوكي صحيح، يمكن بالنسبة له هو يعني يكون عنده إيمانيات عندما يقول اقطع الطمع انتهى الموضوع، بس بالنسبة لي أنا مختلف في الموضوع. بعد 3 سنوات بعد هذا التأمل الذي تأملته اليومين، وأنا أتأمل فقط لا أفعل شيء غير أني أنا أكل كذا وأشاهد أشاهد النافذة، وقعت على مشكلتي وبما مشكلة الكثيرين الذي حطمت حياتي من ناحية العاطفية، من ناحية الجنسية، من ناحية الفابية، من ناحية العادة السرية، من عدة نواحي، من ناحية نفسية. فسأقول لكم على ما اكتشفت. أنا أعطيتكم أنا يعني الموضوع مهم، سأجزئه ربما 3 أجزاء. الجزء الأول أو جزء أحد الجزء ليس هو الجزء الأساسي، ليس هي المقدمة أو الجزء الذي تشرح الموضوع. جزء من الموضوع أنا ذكرته في الفيديو الذي سبقه والذي سميته لا تبالغ في من تراه في النت أو في الخارج سلبا أو إيجابا، بين قوسين أو هاشتاج اقطع الطمع رقم 1. فيديو القادم سيكون اقطع الطمع رقم 2. ان شاء الله يمد فينا العمر من هنا الى هناك. اقطع الطمع وارضى بالامور على ما هي عليه. اتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم، ونراكم في الفيديو القادم. يا احبكم في الله، اتمنى نراكم على خير في امان الله.